الدكتورة أمل، اليوم يعني حابين نعرف يعني التدخل الطبي الإضافي والخيارات الصحية المتاحة للشريكين، إذا كانت يعني النتيجة سلبية كيف هو المشهد؟ طبعا في حالة أن الفحص الوراثي ما قبل الزواج بين عدم تطابق الخطيبين، مثل ما ذكرت الخطيبين يمرون بمرحلة الإرشاد الوراثي. هذه المرحلة جدا مهمة أن نحن نعطيهم الخيارات من ناحية إذا هم حابين يكملون في مشروع الزواج ويتم هذا الزواج. طبعا ننصحهم سواء لما يصير في حمل طبيعي أن يفحصون الجنين في مراحل مبكرة من الحمل لمعرفة إذا كان هذا الجنين مصاب بالمرض أم لا. وطبعا في الخيار الثاني اللي هو الحمل عن طريق الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب مع الحقن المجهري لتفادي الحمل بجنين مصاب بالمرض الوراثي. وشو هي الفحوصات الطبية اللي راح يشملها الاختبار الجيني؟ طبعا هو عملية الفحص جدا بسيطة وسهلة، هي مثل أي فحص دم، ناخذ عينة الدم هذه ونرسلها للمختبر الوراثي. النتيجة تاخذ تقريبا أسبوعين، وبعد ما تطلع النتائج يرتب الطبيب موعد مع المقبلين على الزواج أو الخطيبين لشرح هذه النتيجة. ومثل ما ذكرنا يشمل حاليا 575 جين من الأمراض اللي هي شديدة وتبدأ في سن مبكر. وطبعا هذه المجموعة من الجينات في قيد البحث والتحديث بشكل مستمر.